يعني بإذن الله يعني نتمنى ان بلدنا تبقى احسن يعني من كده بكتير. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان البلد تستقر وما يكونش فيها اي مشاكل ويبقى عام سعيد على الجميع ان شاء الله. على المستوى العام بتمنى لبلادنا طبعا تخرج من الكبوة اللي هي فيها ويعود الاقتصاد المصري قوي متين ونزداد حب وتوائم. على المستوى الشخصي بتمنى للأسرة بتاعتي كل خير وسعادة وأمن وأمان يا رب. نتمنى أن مشكلة التعليم والصحة والبنية التحتية تتحل اللي هي الإسكان والمباني اللي واقفة والشباب يشتغل. كل أمنيتي أن يندحر الإرهاب من دول العالم كله لأن احنا عايشين في مرار بسبب العمليات الإرهابية دي يعني. وربنا يجعله عيد سعيد على الأمة العربية جميعا إن شاء الله. أمنية حياتي في السنة الجديدة إن مصر تكون بخير وربنا يحفظ مصر وأمنها وإن يتم استرداد جميع الأموال المنهوبة خارج مصر وإن ربنا يحقق أمل مصر في دخولها إلى كأس العالم. والله ربنا يرفع الناس الغلا ويحمي مصر وشعبها وقيادتها وجيشها. إنهم يجددوا لنا الاشتراكات بتاعة النقابة وإن أولادي ينجحوا ويشتغلوا. أمنيتي إن تكون مصر كلها بخير وإن شاء الشهر ده نحصل على كأس الأمم الإفريقية. أتمنى إن تكون البلد كويسة وإن شاء الله كل حاجة تمشي على خير والناس تصبر على البلد عشان في حاجات كتيرة حلوة ومشروعات حلوة بس يصبروا شوية. إن شاء الله تكون مصر على خير يا رب كده وربنا يوفق السيسي في كل الإنجازات اللي بيعملها. أمنيتي الجديدة إن الأسعار تستقر على ما هي عليه مع مرات ظروف الناس الغلابة إن يعني الموظف يزيد مرتبه وبالنسبة لما بيشتغلش نلاقي له فرصة عمل. العام الجديد أنا بتمنى طبعا أول حاجة السلام يعم وتاني حاجة طبعا الأسعار اللي احنا عايشين فيها دي طبعا بقت حاجة فظيعة. بتمنى ان الناس كلها تقف جنب الرئيس وان شاء الله يبقى في خير في البلد ان شاء الله بس اتمنى يعني ان احنا كلنا نقف جنبه. بتمنى بقى الامن والامل لبلدنا وربنا ينصر بلدنا وينصر الرئيس بتاعنا طبعا. بلد حالها ينصلح والناس تبقى كويسه وبخير بس. ربنا ييسر لنا الحال كده وتبقى في تقدم من احسن لاحسن. يعني احنا تجاوزنا عنق السجاجة في 2016 ربنا ييسر في 2017 بقى نبدأ نطلع بقى في الشارع الواسع. اتمنى ان الخير والسلام يعم بلدنا والناس كلها تبقى مبسوطة وسعيدة ونعيش في امن وامان وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يحققها له وربنا يديها له. اتمنى ان البلد تبقى في استقرار اكتر في امان اكتر الاسعار تقل الدنيا تبقى كويسة اكون في صحة اكون في عافية. امنيات ان شاء الله ان ربنا يعني حال البلد يتصلح والدنيا تمشي فيها وكده يعني. امنية ان ربنا يكرمنا وان مصر تغير للاحسن لان الشباب تعبت. اتمنى ان يكون الاقتصاد في البلد مريح للناس كلها وان الناس كلها تكون في صحة طيبة وان ما يكونش في اي اشكالات في الحاجات اللي احنا احيانا بنشوفها دي. ونتمنى ان اهم حاجة ان معظم الشعب يكون على هدى في من ناحية العلاجية ومن ناحية التعليمية ومن ناحية الصحية. عايز البلد تتصلح والحاجة ترخص والحياة تبقى حلوة علشان نحب بعضينا ما نقعدش نحارب في بعض كده ومصر تبقى حاجة كويسة. عايزين الدنيا تبقى عشان عيالنا مش عشان احنا. انا امنيتي في السنة الجديدة اني اشوف عربية صناعة مصرية اني اشوف ادوات كهربائية نازلة السوق صناعة مصرية اني اشوف الحاجات القديمة اللي كانت بتصنعها مصر وبتصنعها المصانع الحربية ترجع تاني. الغلا والكل يعني كل الحاجات اللي احنا فيها دي عايز نفسنا حال البلد بس يتصلح ان شاء الله. ربنا يصلح حال البلد وحال كل سنة وانتم طيبين. اسعار ترخص والغلابة تاخد حقها المرتبات تزيد 7% يعملوا ايه. نتمنى ان يعم الامان والاستقرار جميع انحاء البلاد ونعيش كلنا في استقرار والاسعار طبعا تستقر ما تزيدش اكتر من كده والدولار ينزل والحاجات اللي الشعب كله نفسه فيها يعني. اتمنى الحكومه بس تفكر في الشعب شويه وتبص للاسعار اللي هي عماله تزيد يوم عن يوم دي ويفكروا في المواطن الغلبان اللي بيقبض 1000 جنيه و500 جنيه و700 جنيه يعمل ايه ويروح فين ويستلف منين ومين اللي هيديله. إن شاء الله تكون سنة محبة وسلام وأمان يعم فيها الخير على الكل يا رب وتكون مصر دي أعظم دولة في العالم. إن تبقى سنة سعيدة على كل المصريين وعلى كل المسلمين والأخوة الأقباط وإن السنة دي إن شاء الله تكون فتحة خير
على الوطن العربي كله. أتمنى إن شاء الله حياة كريمة لمصر وازدهار اقتصاد مصر، وأن يعم السلام في مصر، وأن يعم الأمن بين مصر كلها، وأن تكون الدول العربية إيد واحدة في مواجهة التحديات. ونتمنى التوفيق للقيادة السياسية في جميع الظروف التي تمر بها. أمنياتي في السنة الجديدة أن ترفع الغم عن الشعب المصري، وأن الناس اللي بتأني من ارتفاع الأسعار والغلاء والبطالة كل ده يزال إن شاء الله تعالى. نفسي أن مصر تسدد ديونها الداخلية والخارجية. أتمنى أولا الاستقرار للبلد ومبقاش في إرهاب، وبعدين موضوع الأسعار، أسعار مولعة خالص والناس كلها تعبانة، لازم الحكومة تبص بصة لموضوع الأسعار. أنا أتمنى مصر تبقى أحسن وأحسن كل البلدان العربية. مصر في تقدم، مصر جميلة وزي الفل، إحنا اللي بنبص تحت رجلينا. المشاريع اللي بتتعمل، الكباري والأنفاق، استصلاح الأراضي الزراعية، المليون ونص فدان، الدنيا حلوة بس الناس عينها ضيقة ما بتبصش تحت رجليها.